كنت عارف ان انا ما هطلع في التصويت، ما ادري ازاي في التصويت عندنا في السعوديه. تصويت مصر قوي، هذا سنه مصر يعني عندهم بنت هنا ما شاء الله تبارك الله توب اسمه ما شاء الله، عربي انجليزي اسباني برتغالي اي كله عرفتي. هذا شيء. شيء ثاني، انت بغض النظر عن يعني كريم كان صوته يعني عادي عرفتي، مو صوته الحلو صوته يعني عادي، فكان جمهوره قوي قوي يعني كان اقوى من جمهور ميدو. فكيف لو كانت نسمة؟ مين بيعرف؟ بس كتر خيره كريم سعد. ميدو ميدو لازم تشكر كريم. احترم نفسك عبد السلام، ترى انا بقول لك حاجه عبد السلام. اخو حسام يقول لي خالد باكر يزورك. والله يعرف اسم اخوي بعد. عبد السلام يعني شوف غير عبد السلام. برافو عليك، علمته ساعدته شوي. انا شوف قاعد اقول لها صوتك صوته قاعد اقول لها انا جلست صوتي اليوم صوتك شلون حلو طلع؟ اقسم بايات الله شوف دم جامل ولا شيء، صوت البطن احلى بكثير من صوت الزعيم. قاعد اقول لها جلست في كذا من شهر ويعلموني كيف اخرج صوت البطن، يعني لو قالوا لي يا كان غنيت من زمان، بس يقول لك لا افتح شفت الفرق؟ فعبد السلام يقول لي غني كذي، عبد السلام قاعد يغني قول زي كذا، يقول لي زي كذا، فطالع اغني. هو شيء غنيت ما صار اليوم غنيت حلو جد جد كثير حلو حلوه يعني اول مره اسمعك تغني ب احس انك قاعد حبيت الصوت الصراحه سويت كنت اتمرن على حركات فناجي اللي علمني نسبه يا طي اخاف تذبن تمرنت عليها اللي سويتها في المسرح. برافو عليك انت صراحه تشوفني اللي تشوفني من اليوم انا متغير ترى مش من ناحيه التصرفات والاسلوب وكذا. والله حلوه الرقصه اللي مع ايمن. ابسلام انت ترى مبدع ترى والله مبدع والله العظيم ما اجاملك ترى انت ودأدو والله العظيم وميدو اليوم في الاغنيه والله العظيم بتجننون كثير فريم. انا كنت انا ما اعرف ما اعرف يعني خليك ابتسمت سويت ابتسمت انا انت بصراحه انت يمكن ما بتحب تبتسم بس وقت ابتسمت كثير بينت ابتسامتك حلوه انه بينت ابتسامه. لا لا ابتسامة بس انا عادة ما بتبتسم كثير وتشفتها انه حسيت غير شيء صار شيء. تبي تشوف محمد اللي في مكة كيف؟ عند اصحابي ما يجي اللي تسمعهم كيف؟ لا انت شفت الاغنية انا ما ايه شفتها كلها يعني شفت شلون قاعد دادو حلوة الرقصة اللي مع ايمن اللي رقصتها كثير حلوة صوتك كان كثير ناجح. اخو حسام ايش اسمه دادو اللي كلمك؟ الله يريح له قلبه يا رب. عن جد شو هالمزوق عن جد. عليكم كبير بالعمر يعني. ايوه بكشاف. شوف انا بقول لك شيء في شيء واقعي ترى يا كريستين. شوف حسام. حسام الله يصير شو عيلي راقي كثير يعني. كثير. حسام والله لو ما طلب والله مبين صح. لانه خلاص وصل هنا عنده عرفتي؟ سمعت بدمر ليش قالت حسام؟ ما اعرف. حسام يسوي في الاغنيه. ما اعرف. اقول حسام حسام تمرن زي الناس حسام. حسام يتمرن زي الناس. حسام يتمرن زي الناس. حرام. والله العظيم انه متاكد خارج من هو مبسوط. كثير. كثير يعني مو زعلان انه خرج من الاكاديميه، هو ممكن زعلان عشان انا عرفتي، لكن هو مبسوط انه خارج من الاكاديميه. كثير. لانه لو رجع شوف ترى صعب انك نمينيه فجاه خلاص يعني تحس انك تبي تظبط الاسبوع اللي بعده نمينيه. ما هيك. مو حلو مو حلو. عذاب. هو سبحان فش. ما شفت جمهور كريم وجمهور ميدو وجمهور نسمة غير كذا غير المحبين اللي من لبنان محبين عبد السلام محبين كريستين ومحبين مدري مين صوتوا له. اخي خوفي ايش صاير صوت السعوديه عندنا ايش صاير؟ لا انت بيقف حدك كويت معك حبيبي اخر مره قد ايه كان ال 50 انت؟ 53 من هو؟ تصويتي انا ما قاعد اتكلم ان خلاص يعني احنا الاسبوع هذا لانه من اتوقع اي احد اي احد اي احد انه خلاص يعني يعني مو في بالك يعني تقولي هذا كراماتي الاضعاف يعني في ناس اضعاف الحين احنا كلنا مستوى واحد تقريبا
جيلبير اليوم سمعت صوت بطني فينا هلا كم واحد 11 حوا الغنية يا طيب انا هلي تريب هل صوت سلام ولصت لانه نوبيان ويفتح تمك ولا تشتور تعال وانا بعد انا